أخبار اليوم. أنا الدكتورة نظيمة خالد، أستاذ إدارة الأعمال كلية التجارة جامعة القاهرة. أهلا سامح هيك دكتور. اهلا بيكوا، اهلا وسهلا. النهارده اول امتحانات للفرقه الثالثه، ايه نظام الامتحانات لحد دلوقتي؟ سير الامتحانات حضرتك ممكن تكلمينا النهارده نبذه عن الامتحانات؟ الحمد لله رب العالمين، الامتحانات بدت في الكليه من الامس، واحنا معانا سنه ثالثه النهارده، عندهم ماده ضرايب. الحمد لله العمليه التعليميه او امتحانات الطلبه ماشيه باسلوب حقيقه متكامل، الطلبه ملتزمين، الأسئلة الحقيقة جاية في مستوى أداء الطالب، كل التجهيزات والإعدادات اللي احنا المفروض نوفرها للطالب متوفرة. الحمد لله عدد الطلاب متكامل، ما عندناش غير حالتين غياب فقط. الطلبة يعني أنا شايفة أنهم في حالة هدوء، ما فيش أي شكوى. احنا ابتدينا بكافة التعليمات قبل الامتحانات للطلبة، وبالتالي اما ابتدينا امتحان الصبح قبليها بنص ساعة ادينا الارشادات الكاملة للطلبة في المدرج، وبالتالي الطلبة الحقيقة ملتزمين، مش داخلين بأي مذكرات بأي موبايلات بأي شيء يقلل او ينتقص من كفاءة تأثير العملية الاختبارية والامتحانية داخل المدرج. الطلبة في هدوء مطلق زي ما انتم شايفين، قاعدين بيحلوا بكفاءة مطلقة. الامتحان بيبتدي طبعا من 10، بينتهي الساعة 12، بنبتدي ناخد الغياب بعد 3/4 ساعة، مدي فرصة لأي طالب لأي ظرف ما يعني اتأخر لظروف ترافيك لأي شيء، فبناخد الغياب من الساعة بعد 3/4 ساعة من الوقت. الحمد لله الأمور مستقرة تماما، الطلبة يبدو انهم يعني ملتزمين وشاطرين، لان ما عندناش حالتين فقط من حالات الغياب، فدي حاجة تبصد او تبشر يعني في الكلية. رصدتوا اي حالات غش غريبة؟ عدد الحالات تجاوزت عن السنين اللي فاتت ولا السنة دي سنة غير اي سنة؟ بصي الحمد لله فعلا فعلا يعني الامتحانات ما فيهاش اي حالة غش لهذه اللحظة، لا امبارح ولا النهاردة، وده دليل على ان الطلبة فعلا متمكنه وعندها كفاءه، وما فيش اي حاله غش قدامي، يعني انا ما شفتش اي حاله غش، ما سجلناش اي حاله غش، ما طلعناش لا في الشؤون القانونيه ولا عند العميد اي حاله. فالطلبه الحمد لله ماشيه بوتيره فيها التزام من اتجاهات الكليه، يعني كل الايتمز حتى الكليه وكل القواعد مش على الطلبه، وبالتالي ما فيش حاله غش اطلاقا، مش حاله غش النهارده خالص، فده فضل من ربنا، لان لا الطالب استعمل لا بصراحه موبايل خده معاه داخل الامتحان، وبالتالي هيبقى فيها يعني التزم او لا يلتزم، ما دخلنيش مثلا بالات حاسبه تحل محل الموبايلات، لا احنا منعنا خالص الموبايلات، وبالتالي الطلبه كلها ماشيه بالايه؟ بالزام الكليه ليهم، يعني الزام الكليه ما فيش موبايل، يعني ما فيش موبايل.